السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مصرف الرافدين يطلق سلفة 5 رواتب لمنتسبي الداخلية. أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق سلفة 5 رواتب لمنتسبي وزارة الداخلية، وقال المكتب الإعلام للمصرف في بيان إنه تم إطلاق خدمة جديدة وهي بطاقة تقسيط إلى منتسبي الداخلية تمنح لحاملها مبلغ بمقدار 5 أضعاف الراتب على أن لا يزيد عن 5 مليون دينار، داعيا منتسبي الداخلية إلى مراجعة حسابات دوائرهم لاستلام تلك البطاقات بعد أن قام المصرف بتسليمها لهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمم على موظفي الدولة المواطنة رواتبهم لدى المصرف.